ما شاء الله الريحة، ريحة الياسمين الملكي أو ملكة النهار. شو ما شاء الله الزهر كل شكل جراس، باقي بعد في شيء ما زهر هذول هنا واجد، في شيء يمكن أسبوعين يزهر، في شيء 3 أيام 4 أيام. ما شاء الله هذه مشكلتها، اللي بيزرعه لازم يزرعه يعني الحالة أو جنب نبات يعني قوي وكبير أكبر منه. يعني مشكلتها أنها يعني جذوره بسرعة تغطي المكان وسطحي، الجذور سطحية يعني تأكل العناصر كلها قبل الأشجار اللي جنبه. هذه مشكلتها. ولا ريحتها جميلة وشكلها جميل، قوية وسريعة بالنمو، تزرع بالعقل ولا ترقيد هواي. ما شاء الله تبارك الله. هذه كاسيا جلوكا، شوف الزهر ما شاء الله، باقي بعد شيء ما فتح، لكن الحين وصلت يعني قمة الجمال ما شاء الله. تشوفونها من بعيد من قريب ما شاء الله حلوة. هذا لا جاء الليل تقفل الأوراقة، جاء الصبح تفتح، سريعة النمو، قوية، تتحمل يعني جميع العناصر، جميع قصدي الأجواء ما شاء الله. هذا نبات دم العاشق يسمونه، شوف الزهر ما شاء الله خشن سبحان الله. تسمع الصوت لو ترش بالماء زينته ما يطيح ولا يجي شيء ما شاء الله. شوف ما شاء الله باشن فروت هذه ما شاء الله، هذه سريعة ما شاء الله، يوم زان الجو تدعس ما شاء الله. الله يبارك، شوف فروع كم تروى اشترى واحدة، وما شاء الله فروعه كثيرة تفرع. أنا زرعت الأصفر، هذا الأحمر، هذا زرعت الأصفر أنا الباشن فروت، لكن هذا ما شاء الله أسرع منه. شوف إنه أسرع يعني بالجذوع، شو اسمه قصدي التفرعات والمددات هذول سرعة ما شاء الله. يمكن أتوقع أنا أسبوع، وهي ما أسبوع 3 أيام هن وصلت هنا أتوقع. ما شاء الله الله يبارك. هذا ليمون ماير، شوف الليمون ما شاء الله حتى هو يحجم ما شاء الله، في شيء صغير يمكن بعد يتساقط ما ندري للحين، لكن كبار ان شاء الله ثابتات ان شاء الله، 2 3 بس الجهاد باقي ما في شيء. شوف ما شاء الله هذه الياسمين العراقي، سريع ما شاء الله، يوم زان الجو بعد مد بسرعة ما شاء الله. حد حاط البباية أنا قبله ما علي، إن شاء الله بدأت تروح البباية تدعس، بس الحين مسكت يمكن واحدة ثنتين بس، والباقي للحين زهر، هذه تساقطت. تشوفون ياسمين العراقي تمدد كثير، تفرع كثير، لازم نقصقص من اللي تحت عشان يروح الغذاء فوق، تزهر بسرعة، إذا خلانا وكذا يمكن طول، يمكن جهة تزهر والجهة ما تزهر. شوفوا بداية تزهر ما شاء الله، شوفونا 2 زهرتين، هنا نفس الوضع كلها غصون زهر ما شاء الله، واللي فوق بعد ما نشوفه فيه أكيد فيه فوق، لكن حاول نشيل هذول، هذول اللي يمتصن الماء على طول، يوقفن الماء على هذول، اللي فوق خلاص يصير ياقف النموات، لازم نقص إن شاء الله اليوم نقص. هذه الساكورا اليابانية ما شاء الله، شوف بداية تزهير، شوف اللون يبقى كذا آخر شيء،
شوف الساكورا اليابانية جهنمية، هذه البيضة شوف شكلها سدش مخرب عليهم. هذه التوتة الكشميري الأحمر، شوف ما شاء الله تفرع بسرعة وزانت عقب السماد اللي أعطيتها، لكن مشكلة طاح من الزهر، ايش اسمه التوت طاح من السماد، لكن اشوف انا يعني ما شاء الله نمواتها زينة ما شاء الله، يعني ان شاء الله السنة الجاية نتحرى منه، لانه ما هو شيء والله بعد، لكن لو تعده يمكن ما يجي 50 حبة. هذا من التوت شوف الله يعوض السنة الجاية إن شاء الله. شوف تفرعه كثير ما شاء الله، لونه صحته زينة ما شاء الله، معنا البرد اللي جانا أول أشتاء، شوف من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، شوف شقها، لكن ما شاء الله تحملت. كل غصونة متشكشكة، هذا غصنا من تحت، هذا طعمه. هذا الياسمين الأحمر ما شاء الله، باقي شوي، باقي يعني أسبوع أتوقع كله تشوفونه حمراء إن شاء الله. شوف ما شاء الله من فوق ريحته وشكله يعني اثنين بواحد، اللي ما يداني ريحته يشوف شكله ما شاء الله. الريح بكل عطر فخم يعني ما شاء الله. هذه شجرة الشمعدان، شوفون شكلها ما شاء الله، كبرت زانت الأوراق فعلا، في أكبر من كذا فوق، اللي فوق هذا بعد أوف ما شاء الله تحرى، بس تزهر كبيرة أسبوعين تبدأ أو أكثر شوي. هذه شجرة الشيكو البرقش، شوف البرقشة شوف شكله قبل ما احط عليه سماد البقر، شوف تعبان كان مرة يعني، قلت انا بيموت يعني، وكادني حطيت سماد البقر وزان الجو وينبت يطلع عقب طلع، بس انه يعني تقل بعد تعبان مو مرة، لكن يوم عطيت السماد اخر شيء يعني قبل تقريبا اقل من اسبوع حديد وهي مكاسد مع طحالب تغير ما شاء الله، شو صارت الورق يعني تلمع وشاد يعني شادات الورق يعني ما هو اللي نايمات ما شاء الله، قديمة عاد تساقط نسقطها زين عشان اللي تسقط معي على طول نشيل على طول اللي ما تطيح كيفها لما سكت خلاص كذا زين، واللي تحت بعد بمر عليهم كلها. شوف هذولن هذه الفراولة سبحان الله عطيتها عشينات، عطيتها سماد البقر، سماد البقر تقل يعني شوين تقل تغيرت، لكن يوم عطيت سماد هيموكاسد مع الحديد ما شاء الله تغيرت. هذه بعد بداية، هذه ما شاء الله أصح من هذه،
هذه الشجرة الثانية باشن فروت، شوفوا ما شاء الله ارتفاعه زي العنب، نفس العنب وزين يعني ما تساقط اوراقه وعلى طول خضراء، وتنتج فاكهة باشن فروت يعني حقت عصير او حلا او اللي تبي. شوفوا شجرة واحدة بعد بس فروع كثيرة ما شاء الله كبيرة، اللي عاد ما نبيه هنا الفروع نشيلها خلي تفرع من فوق زين. شوفوا ما شاء الله بدأت تتغير اللون بالتدريج من فوق يتغير، لكن الورد ما شكله متساقط اللي هنا واللي هنا. شوفوا هذا، شوفوا هذه لونها فاتح هذه غامق، لكن يجي لا جت الوردة كاملة ما طاح شيء منها. إن شاء الله هذان راح أصور لكم بعد 4 أيام 5 أيام إذا شفت اللون تغير، يصير لونه أخضر كذا بعدين يصير أصفر بعدين يصير بني بعدين يطيح. ما شاء الله جميلة ما شاء الله، حتى يعني بتدرج الألوان تعطيك جمال ثاني، بس الهواء طيح هنا أكثرهن طيح الزهر، لكن إن شاء الله الأيام هذه ما بهواء صور لكم إن شاء الله. هذه الياسمين عراقي، نبي نقصه شوية كذا بسم الله. وين؟ وشو؟ إيه لا هذا طايح، إحنا كله طايح. من هنا؟ إيه خلو. لا تلمسه. بسم الله. يلا نقص هذا بسم الله. هذا جاي من تحت كذا، خلصنا بس اشيلها ان شاء الله تدعس فوق تزهر فوق وهنا بعد تزهر. ممتازة اوي اوي يا ولد، هذه التمام، هذه اللي صفي المواصير، سدي عليك الجروحية، سدر عليك العصعص، سدر عليك الزلق، سدر عليك